نمشيو مباشره للشيوات لنا مولاتي عند اختصاصيه فن الطبخ والحلويات ساميه شهامات من تيزنيت. الو ساميه. الو صباح الخير اختي. صباح النور، لاباس عليك؟ اخبارك صحه لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك. باش مبروكه. مساكم مبروكه. الله يبارك فيك بالصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي. بارك الله فيك لاله اختك. مرحبا ساميه ومرحبا بالمشاركه ديالك. نقترح عليكم اليوم ان شاء الله مهموم اللحد. ايه. وعصير وواحد الشوربه ان شاء الله. واخا. ايه غنبداو بكرواسه مالحه بالكفته. كرواسه بالكفته. بالنسبه للعجين عندنا نص كيلو ديال الطحين الفور. ايه. معلقه كبيره ديال السكر. سمحتي لي. عندنا معلقه كبيره ديال الخميره عاديه. ايه. شويه ديال الملحه. وثلاثة المعالق كبار ديال الزبدة الرطبة، كاس ديال الحليب دافي. إيه. وكنجمعو بالماء، الماء كنحتاجو غير شوية. كنخلطو نص كيلو ديال الطحين مع معلقة كبيرة ديال السكر، معلقة كبيرة ديال الخميرة عادية، شوية ديال الملحة، وثلاثة المعلقات كبار ديال الزبدة. إيه. كاس ديال الحليب دافي، كنجمعو بالماء، كندلكو العجينة بالطريقة العادية. وكنقسموها جوج كويرات، كنديرو فيها جوج ديال الكرات، كنخليوها ترتاح وكندوزو باش نوجدو الحشوة. إيه. فيها بصلة مشلطة، بصلة متوسطة، ربعة ديال الكفتة. شوية ديال الملحة والبزار والتحميرة، وشوية ديال المعدنوس. إيه واخا. كنديرو البصلة في شوية ديال الزيت مع شوية ديال الملحة حتى كتصفر، كيصفر اللون ديالها. كنزيدو عليها الكفته مع الجزر والتحميره والمعدنوس، كنخلطو حتى كتسحر لنا الكفته وكنخليوها تبرد. كناخدو دوك الكرات ديال العجين، كناخدو وحده كندلكوها حتى تكون رقيقه، دائره تكون رقيقه، كنقطعوها حتى 16 مثلث تقريبا. كنقطعوها على 4 وعلى 8 ومن بعد على 16، كل مثلث كنقطعوها على. هي مفهوم. الطريقه هي كنحطو شويه ديال الحشوه في الحاشيه ديال المثلث وكنروليو حتى كنوصلو للراس. اييه كنحطو الحشوه في يعني في الجهه اللي فيها جوج قنات. اييه واخا. واللي بغاهم هادو كنخرجو ديما من كخواسون، اللي بغاهم كبار كنقطع العجينه غير على 8، كنقطع الدائره على 8. المهم كتخرج 16 على 16 تقريبا، جوج دوائر. اييه اللي بغى الحجم ديال الكرواسه كبير ولا صغير كيقطعها. أيه. على حسب. كيقطع على 8 باش كتخرج 8 ولا على 16. كتخرج العجينه كامله كتخرج. اييه. اللي بغى يدوبليهم كيديرهم صغار. ايوا كنخليهم يخمروا واحد ربع ساعه، ما كياخذوش الوقت بزاف. ملي كتخمر العجينه كندهنوها بشويه ديال البيض مخلط مع شويه ديال الحليب ولا شويه ديال الخل. اييه. كندخلوهم للفران حتى كيتحمروا ويطيبوا مزيان. كنرشوهم بالفرماج مخلط مع شويه ديال المعدنوس المقطع. كتعطي داك لا كولور من الفوق.